بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال وردنا على الصفحة بيسأل عن هرمون التستوستيرون، ايه هو ونعرف هو عامل مشكلة ولا لا ازاي. هرمون التستوستيرون هو هرمون الذكورة، وهو موجود في الرجال وفي الستات على السواء، ولكن طبعا نسبته في الرجال اعلى من 15 ل 70 ملي، من 15 ل 70 نانو، ولكن بالنسبة للسيدات تبقى رقم اقل، وبالنسبة اللي هم الاطفال ما دون البلوغ طبعا ايه الريفرنس بيبقى اقل. طيب هرمون الذكورة ده أبدأ يعني أفحصه إمتى وأقول أعمل تحليل إمتى؟ بالنسبة للرجالة لو في عندي فتور في الرغبة الجنسية لازما أبدأ أفكر فيه. لو عندي في بعض حالات في الرجالة زي مثلا إيه في اشتباه في العقل أفكر أعمل هرمون ذكورة. في حالة بلوغ مبكر أو بلوغ متأخر، يعني الطفل بلغ بدري أو اتأخر في البلوغ، في الحالتين بعمل الهرمون عشان أتأكد. في السيدات عندي لو الست بدأ يظهر عليها مثلا أعراض ذكورة سنوية زي مثلا خشونة الصوت، الشعر يظهر في أماكن زي الرجالة، أو لو في مشكلة في الخصوبة، مشكلة الخصوبة دي لو راجل أو ست مفيش مشكلة، ساعات يبقى في اضطراب في الدورة وعاوز أعرف سببه وأعمل هرمون ذكورة من ضمن التحليلات. طيب تحليل هرمون الذكورة ممكن يكون مش دقيق، ممكن يكون مش دقيق لو المريضة بتاخد هرمونات او حبوب منع الحمل، او لو بتاخد ادوية. برضو بالنسبة للرجل في ادوية بتتعارض مع التحليل، طبعا انت بتبلغ دكتور التحليل انت بتاخد ايه، او الدكتور اللي هيطلب لك التحليل بتبلغ انت هتاخد، بتقول له انت بتاخد ادوية ايه، لان في لو في حاجة منها بتتعارض بتتوقف قبل التحليل. طيب الهرمون ممكن يكون عالي او منخفض امتى؟ هرمون التستوستيرون لو انخفض عند الرجل بيبقى عادة في مشكلة في الغدة النخامية أو الغدة الكظرية أو مرض أديسون، أو يكون في مشكلة في الخصيتين، أو يكون في مرض مزمن في الكبد، أو إدمان كحوليات. طيب يبقى عالي في الراجل إمتى؟ لو في تورم في الخصيتين أو برضه مشكلة في الغدة الكظرية. طيب ممكن يبقى الوضع مضطرب في السيدات، يعني يعلى في السيدات إمتى؟ لو في عندنا تكيس موبايل او اورام في الموبايل او اورام في الغده النخاميه او مشاكل عامه في الغده النخاميه او الكظريه. طيب هرمون التستوستيرون يعني لو لقيته قليل بعمل ايه؟ بدي التستوستيرون، لان التستوستيرون ممكن يتعاطى في عده اشكال، ممكن يتعاطى عن طريق الاقراص او يتعاطى عن طريق الحقن بالنسبه للرجال. بالنسبه للسيدات بيفضل طبعا انه يكون في شكل كريمات، وفي ساعات بيبقى فيه يعني حاجات موضعيه اشكال اخرى يعني. طيب هل هرمون التستوستيرون بيأثر على الرغبة الجنسية في الجنسين؟ الرجل لو عنده هرمون التستوستيرون قليل الرغبة بتنخفض، بنديله هرمون التستوستيرون والدنيا بتستجيب كويس. السيدات في جيل، في جيلات موجودة في السوق وفي الصيدليات وموجودة من سنوات، تستخدم كدهان مهبلي في حالات فتور الرغبة عند السيدات، لأن يعني في حالات بيكون سببها نقص التستوستيرون، لأن التستوستيرون اوريدي بينقص في الفترة اللي هي بتاعت سن اليأس مع توقف المبايض أو مع استئصال المبايض فيما قبل سن اليأس. يعني الست دلوقتي لو 30 سنة وتوقف المبيض وتم استئصال المبيض فممكن بيحصل طبعا اضطراب في الهرمونات. لو وصلت لسن اليأس والمبايض توقفت عن الإنتاج برضه بيحصل اضطراب في الهرمونات، يعني دي موجودة ودي موجودة، وتكيس الموبايل بيأثر برضه في نفس القصة دي. طيب بالنسبة للرجل هل هرمون التستوستيرون له أهمية؟ يعني حاجة عادية لازم آخدها ولا بيفرق كتير؟ لا بيفرق كتير جدا، لأن عندي المريض اللي هو عنده نقص في هرمون التستوستيرون قد لا يستجيب للفياجرا، ودي بتحصل كتير. إن تلاقي واحد مثلا عنده نقص في هرمون رغبة مش حلوة راح الصيدلية، الصيدلي اوتوماتيك بيروح كاتب له فياجرا، خد الفياجرا مفيش نتيجه، زود الجرعه مفيش نتيجه، غير على نوع تاني، دخل في سيالس، دخل في كذا، ولا الهوا مفيش اي نتيجه. مجرد ما بياخد تستوستيرون الوضع بيتغير تماما. يبقى اذا نفهم ان هرمون التستوستيرون اساسي لا غنى عنه للرجل، لانه هو اساس الرغبه في الرجل. فطبعا احنا حتى ساعات لو لقينا عيان بيجي يقول لك انا باخد فياجرا او باخد سيالس ومفيش، لا طب انت عملت هرمون ذكوره؟ تبص بقى تقول له على طول يعمل هرمون الذكوره، الهرمون لو مش متظبط خلاص. ببساطه شديده. ليه؟ لان هو الاساس اللي بتتبنى عليه الرغبه الجنسيه. وشكرا.